السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي متابعي القناة، سعيد بلقائكم اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا بطبيعة الحال، الفيديو كيتعلق بالرواية الثالثة ديال بخومييغ أني باك، سنة أولى باك. بطبيعة الحال دائما مادة الفرنسية، لو ديغني جوغ دان كوندوني. وكما كنا نعرفوا جميع بأن الامتحان الجهوي يعني قرب، بالمناسبة كنتمناو النجاح للجميع التلاميذ إن شاء الله، باش يفرحوا هما ويفرحوا حتى عائلتهم. فبالتالي هذه الفيديوهات كلها اللي كنحط مؤخرا واللي كتجي نزولا يعني عند رغبة الأغلبية ديال المتابعين اللي كي حفزونا، مشكورين على المجهودات المتواضعة اللي كنديرو. وطبيعة الحال هادشي كامل كيصب في لوبجيكتيف برانسيبال، ان التلامذة يلقاو يعني واحد الوسيلة اللي من خلالها يقدروا يوجدوا مزيان ليكزامان. هذا هو البلوز امبورطون، بالتوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله. اذا بالنسبة لهذا الفيديو بطبيعة الحال غادي نخصوه لو بروميي شابيتر. اذا في le premier chapitre, le résumé, les figures de style, d'accord, les figures de style qui sont dans le chapitre, ou les champs lexicaux, les champs lexicaux qui sont dans le chapitre. Et bien, pour le moulachas, c'est la première chose. Et bien, après la lecture du premier chapitre, on peut le lexicaux fait يعني الجمل الآتية: un prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort depuis 5 semaines. إذن كاين واحد السجين اللي هو بطبيعة الحال كان مازال ما تحكمش، يعني ما عارفش الحكومة الحكم ديالو أو العقوبة ديالو السجنية، بحكم اقترافه واحد الجريمة اللي بطبيعة الحال ما نذكرش التفاصيل ديالها في الرواية. اون فيت هاد السجين هذا يعني مسيطر عليه، مسيطرة له على الأفكار ديالو، يعني الفكرة ديال الموت منذ 5 أسابيع بطبيعة الحال، هي المدة يعني ديال المحاكمة إلى آخره. إلي دوبلومون انفيرمي فيزيكمون، إلي كابتيف دون اون سيلول ابيساتر مورالمون، إلي بريزوني دون سول إيدي كونداني أ مور، إل سو تروف دون لا بوسيبيليتي دو بونسي أ أوتر شوز. إذا بطبيعة الحال هو كيحس بواحد، إذا بغينا نقولوا بأن الحرية ديالو مسلوبة يعني على جوج جهات، يعني جسديا بحيث هو بطبيعة الحال راه في واحد الزنزانة يعني في واحد السجن، ونفسيا ومعنويا بحيث أنه بطبيعة الحال مسيطر عليه كما قلنا من قبل، الفكرة ديال أنه غادي يتحكم بالموت ولا بالإعدام. إذا ما عنده شيء بطبيعة الحال، شي حاجة اللي تقدر يعني يقدر يفكر فيها يعني إذا بغينا نقولوا إيجابية، فبالتالي بطبيعة الحال مسيطر عليه يعني واحد الطاقة سلبية. بالنسبه لي شون ليكسيكو اللي كاينين في لو بروميي شابيتر، حاولت باش نحط هنا اهم لي شون ليكسيكو اللي كيجيو بطبيعه الحال لا في الامتحانات ديال المراقبه ولا بالنسبه يعني الامتحان الجهوي، وبالعبارات ديالهم يعني بالامثله ديالهم. اذا كاين ليماجيناسيون، لو شون ليكسيكال دو ليماجيناسيون، بطبيعه الحال لي مو بيان لي زيكسبرسيون كي سير بيان سور ولا كي اونتر دون لو كادر دو سو شون ليكسيكال، لي هو ليماجيناسيون، كي ايدي اسبري فونتازي ايماجيناسيون ميم بونسي موبسيد. كاين ان دوزيام شون ليكسيكال لي هو لا فيت. اذا شنو هما لي مو لي زيكسبرسيون لي عندنا في لو بروميي شابيتر لي كيعبروا لنا على هاد لو شون ليكسيكال دو لا فيت؟ كاين فونتازي، انيبويزابل اغابيسك، جون في، سبلونديد باتاي gagné, bruit et de lumière, jeune fille, fête, d'accord. Qui est le champ lexical suivant les la captivité, ou bien la prison, la captivité ou bien la prison. Tu vas être le cas que tu vas le faire dans l'examen de المصطلح هذا ديال la captivité, ou لي يمكن تبقى الحال بعد التلاميذ اللي كيدوخوا ما كيعرفوش شنو هو المعنى ديالو. اذا حطيتهم مع بعضياتهم باش دائما الانسان يكون هادو راه مرادفين اذا بغينا نقولوا. فبالتالي يعني كابتيفيتي هي لا بريزون، او كابتيف هي بريزوني. اون فيت عندنا كونداني كابتيف، اوفير كاشو، بريزون، غري، سيلول، جبال،
et cachant une autre fois. Qui est le champ lexical de l'horreur? Alors, Andna, horrible, ce sont deux mots de la même famille. L'horreur, c'est un nom, l'horrible, c'est un adjectif. Sanglante, infernale, spectre, refrain, horrible, écoute. D'accord, Adib Nisba, le champ lexical. Nous allons voir d'abord les figures de style. Et dans les figures de style, nous avons toutes les figures de style qui sont dans le premier chapitre. بالجمل ديالهم بالعبارات ديالهم باش نسهلوا يعني نفهموا تكون الامور واضحه عند الجميع بطبيعه الحال هكا باش مثلا تجيو تراجعوا يعني دائما تكون الامور يعني كما كنقولوا حنايا بيان كلير في يعني بالنسبه للجميع. اذا في العباره الاولى ولا لو بروميير انونسي اللي هو voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. الوغ كيما كتشوفوا هادشي بطبيعه الحال معبر عليه بالالوان باش يكون واضح كيما قلت في الاول. كاين تخوا فيغور دو ستيل هنايا في هاد لينونس. كاين لا ريبيتيسيون، اذا عندنا لا ريبيتيسيون دو مو توجور تخوا فوا، وكاين لوكزيمور اللي هي سول افيك ال. فبطبيعه الحال ملي كتقول سول او افيك، اذا هادو جوج ديال العبارات اللي هما بطبيعه الحال عندهم فكره متعاكسه. داكوغ، يعني سول وحيد او افيك يعني مع، فبالتالي هادو جوج المعنيين يعني متعاكسين، فبالتالي جاو حدا بعضياتهم في الجمله. داكوغ، لاصقين في بعضياتهم سولي افيك، داكوغ، جاو حدا بعضياتهم، فبالتالي هادي لا فيغور دو ستيل اللي كتسمى لوكزيما. وكاين كذلك لا بيرسونيفيكاسيون اللي هي فوالا جابيت افيك سيت بونسي. اذا جابيت افيك سيت بونسي بطبيعه الحال هادي سي اون بيرسونيفيكاسيون. بالنسبه للدوزيام انونسي اللي هو جيتي ان نوم كوم ان اوتر اوم، هذه راه كنظن باللي ساهله. داكوغ، عندنا بطبيعه الحال لوتي دو كومباريزون كوم، اذا لا كومباريزون. كاين لو تخوازيام انونسي اللي هو شاك جور شاك اور شاك مينوت افيك سون ايدي. بطبيعه الحال عندنا ديجا اون غراداسيون اللي هي اون غراداسيون دي كرواسون، يعني دزنا من جور اللي هو يوم، من بعد اور اللي هي ساعه، ومن بعد مينوت اللي هي دقيقه، فبالتالي سي اون غراداسيون دي كرواسون. وكاين كذلك لا ريبيتيسيون دو مو شاك 3 فوا. لينونسي سويفون سيت رود اي مانس ايتوف دو لا في. فبطبيعة الحال عندنا يعني هذيك العبارة ديال سيت ايتوف دو لا في، هذه كتبقى اون ميتافور. داكوغ، وكذلك كاين رود اي مانس. اذا رود اي مانس هادو سو سون دو مو كونترير، يعني عندهم واحد المعنى متعاكس متضاد، فبالتالي جاو لاصقين مع بعضياتهم، اذا c'est une antithèse. Personnification la nuit sous les larges bras des marronniers. طبيعه الحال les marronniers. D'accord, عندنا les marronniers وعندنا بطبيعه الحال des larges bras. اذا ملي عطينا واحد الكاركتر هيومان اللي هو بطبيعه الحال لي بغا، واحد مثلا واحد لارب اللي هو الماروني، فبالتالي هنا عندنا بيرسونيفيكاسيون. والدغني انونسي ولا الدغنيير فيغور دو ستيل هي لا ميتونيمي. داكوغ، لا ميتونيمي بطبيعه الحال اللي هي مون كور. Mon corps est offert dans un cachot. D'accord, hadi c'est une métonymie. Voilà, et dans hadi tabat al-hal nihaya dial video dial liom, tabat al-hal mazal ghadi nhatou videoat li yani kathem d'autres chapitres. Quand donne tabat al-hal omor wadha بالنسبة le premier chapitre, et d'a jbak video d'ghat ala zir ajab, ou le kansah tabat al-hal li mazal mashtarak, ishtarak, bash da iman yitwassal بالجديد ديالنا، سورتو لي كونسيرني بطبيعة الحال، يعني التلاميذ بطبيعة الحال اللي كيهتموا بالمادة ديال الفرنسية، وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وإلى فيديو جديد بحول الله.